إحدى المخالفات المرورية، وإحنا نعرف توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم بخصوص المركبات واللوحات. شنو مخالفتك؟ ما عرفت السيد الرائد قال لي اصبر. عندك سنوية؟ لا سيد الكتابة انه السيارة. نعم. سؤالي واضح. نعم. سنوية لا عندك؟ لا سنوية ما عندي. أنا من حقك تتجول، تتجول فقط تراجع دوار المرور من الساعة 700 صباحا للساعة 1700 للخمسة العصر. زين هسه الوقت 1915 يعني 7:15. صحيح. يعني أنا بهيجي حالة ها؟ منافيس عندي. صحيح. مستمسكاتك عندي، أفرض عليك الغرامة على بدون لوحات. لأن يعني أنت مخالف. سيارتك بدون لوحات. بس سيد أنا ما أدري إنه الوقت إنه هذا. وأنا المستشفى يرمك والله على عيني وعلى راسنا. سؤال، هل من المعقول المركبة نمشي بها بدون لوحات وما نكمل مالتها المعاملة؟ عفوا أنا أعطوني رقم. أي. رقم قالوا لي 3 أشهر تمشي به. أي. رقم منو قال لك 3 أشهر؟ من اللي استلمناه. نعم. يعني السيارة استيراد أمريكي. نعم. من اللي استلمناه أعطوني الرقم هذا مؤقت. نعم. فأنا رقم شهادة حتى بالدعامي. نعم. وما أعرف إنه شنو الإجراء المروري يعني، ما أعرف إنه هذا. تعرف رقم الفحص. سيدي ممكن هذا الموضوع توضح الأخوان. إلا رقم الفحص مو شيء رسمي. تمشي بيه الرقم الفحص، سيارة معرفة للساعة 1700 للخمسة العصر، أخاف تراجع دوائر المرور. بعد الساعة 1700 للخمسة العصر ما تمشي سيارة المركبة. يعني هسه أنت. هسه أنت وايد سيارتك ما مسجلة عندنا بالمرور. أصلاً يعني. ما مسجلة أي معلومات ما عندنا هسه على هاي المركبة. هي هاي المنذ المفروض سائق المركبة يستغلها لتسجيل المركبة، لكن أغلب الأشخاص اللي شفناهم للاسف الشديد يعتبرها مهله، يعني اصلا ما يراجع المرور ولا له علاقه ولا ما عنده عرفه بالقانون. احنا ما عنده عرفه بالقانون. كل الاحوال براسنا ان كانت ولا باكر عاش رقم عاش ايدك. اول شيء اقلها تنتشر غرامه السياره تتغرم. ما شاء الله ما راح تتغرم. انا السياره ما صار لها من مستيره جايبها. اوكي هسه تعبير سيدي على مود نخصم النقاش 7:15. اي الوقت الوقت المفروض ما يمشي، المفروض يتحاسب. هسه مو تعرف القانون انت وثلاث شهور راح نضربك على بدون لوحات. نعم. لك مهله 3 ايام 72 ساعة تدفع نص المخالفة. سيدي يعني اول شغلة انا غلطان بعد 3 ايام غلطان لو لا انا ارسل بعد 3 ايام. نصيحتك الى نفسك والى ساقي المركبات بصورة عامة هي لازم تترقم السيارة، لان الامر اللي يصير كل شيء يصير بالشارع، واحد ينخطف يندعم يتسلب بأرقام احسن. سيدي هسه احنا عندنا هم مشكلة، هسه اذا غرمناه وحجزناه يقولون قرفتها المرة مو زينة عليه، قول لي عرسي بعد 3 ايام. اي والله بعد 3 ايام. احنا عندنا مشكلة هسه. احنا نتمنى منك الالتزام. والله ملتزم انا ست يعني. ونتمنى تتوجه الى مواقع مديرية المرور لغرض تسجيل المركبة وللعلم يوم واحد فقط تكمل اللوحة وتستلم السنوية وتستلم اللوحات. تمام؟ شايف الخير ان شاء الله.